بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة من هنا، من أرض ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية في هذا المساء الرئيسي الخاص بأبناء القبائل. رموزنا الأربعة في هذا المساء استمتع الحضور بمتابعة الأشواط الرئيسية المفتوحة. كان الشعار المسند حاضر مع ديار المنتزعة للشلفة في شوطنا الرئيسي المفتوح. تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على انتزاع وتحقيق ديار ناموس الشوط الرئيسي الأول، وحضر على الوعد هذا الشعار الكبير. راهي الذي انتزع الخنجر في الشوط الرئيسي الأول المفتوح الخاص بالقعدان لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي. تهانينا يا بن جهمان على هذا الفوز والانتصار في شوطنا المفتوح. ينطلق على بركة الله، بل انطلق قبل لحظات، شوطنا الأول الرئيسي، شوطنا الثالث الرئيسي الخاص بالعمانيات البكار، شوط لا يقل أهمية بحجم أسمائه، بحجم شعاراته، بحجم ما تقدم هذه الأصايل وهذه السبق في هذا المساء، في هذه الظهيرة. الانطلاقة الموفقة بحفظ الله ورعاية الشلفة الفضية الخاصة بالبكار، بالإضافة إلى تيوتا ستيشن في إكس آر في انتظار أحد الفائزين. ننطلق مع شعار الشاعر على المركز الأول، المركز الأول مواري، مواري القريصي بدأت، وتابعنا هذا الانطلاق من مواري في هذا الشوط الرئيسي. فهد بن علي بن محمد بن سعيد القريصي، شعار الشاعر ينطلق على المركز الأول وعلى الصدارة مباشرة. تلي مواري في هذا الانطلاق عجائب ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، شعار الشلفة في الشوط الرئيسي. ينطلق يطمح المسند في هذا المساء بتحقيق رمز آخر مع هذه الأسماء الكبيرة. ننتقل إلى سرابة اللي بالمركز الثالث، تميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الهاجري على مستوى المركز رابعا، رابعا اللورد يقدم صايف عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة على مستوى المركز الرابع وخامسا. يتواجد شعار بوجود الزبارة على المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى متابعين الكرام، هناك 17 اسما حاضرا منطلقا مندفعا شعارا طامحا في هذا المساء بتحقيق رمز غالي. الله مع خط النهاية. الناموس غير في الشحانية، غير في هذا المهرجان السنوي الكبير، الناموس غير في هذا العام، عام 2017 أيضا الناموس غير. الله يا القريصي، الله يا الشاعر، يقدم في هذا المهرجان، في هذا المهرجان الكبير في شوطنا الرئيسي الخاص بالعمانيات الشلفة الفضية. يا القريصي يطمح القريصي بتحقيق الناموس، بتحقيق الانتصار. نعود إلى مواري، مواري يا مواري، مع هذا التقدم، مع هذا التقدم، مع هذا الشعار الكبير. هنا مواري على المركز الأول، فهد بن علي بن محمد بن سعيد القريصي، هذه مواري مع لوحة الثلاثة كيلومترات. راحت هذه الثلاثة كيلومترات، راحت سريعا على القريصي، سريعا مع هذا التقدم المثير لمواري على المركز الأول. مواري في المقدمة. انتقل إلى المركز الثاني،
اجد المركز الثاني عجايب عجايب ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. هذا الشعار الخطير، هذا الشعار المثير، هذا الشعار الكبير، هذا الشعار الذي تابعناه في هذا المساء بحضور ديار المنتزعة للشلفة في الشوط المفتوح. يقدم هذا الاسم، يقدم هذا التكتيك مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث. هذه الخطيرة، هذه المرشحة، هذا الاسم العملاق وهذا الشعار الكبير، أيضا شعار هجن التحدي. على المركز الثالث وهذه الزبارة، على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع، سرابة على المركز الرابع، وما أدراك ما سرابة. على المركز الرابع الاسم الأغلى تميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الهاجري. على المركز الرابع على مستوى الصدارة في هذا التقدم أنتقل إلى المركز الخامس. المركز الخامس هنا جاه 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 على المركز الخامس منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الخامس. هذه النتيجة، تابعوا هذه الشعارات العملاقة، شعار القريصي، شعار المسند، هجن التحدي، شعار الشهواني، شعار الخيارين، شعارات مهمة أيضا قادمة وحاضرة ومنطلقة. هناك من مقال، هناك بن لفجح، هناك بن نديلة، هنا الهديفي، هنا محمد بن راشد، وهناك أيضا شعار العيدة وشعار القمرة وشعار الجربوعي. أسماء حاضرة، 17 بكرة حاضرة، بكرة هنا منطلقة طامحة لتحقيق الرمز الغالي. ولكن هناك خط النهاية، خط النهاية هو الفيصل في هذا الموضوع، في هذه الانطلاقة المميزة مع هذه الأصايل، هذه العمانيات، هذه السبق. الله، القيادة مع الشاعر. مع المركز الأول يقدم القريصي مواري في هذا الشوط مع فهد بن علي بن محمد القريصي. المركز الثاني عجايب للمسند، هجن التحدي قادمة بوصول الزبارة. المركز الرابع سرابة، سرابة بشعار تميم بن عبد الهادي بن خليل الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس تصل في هذه الانطلاقة تجاه لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. نعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى التغيير يا أخواني، التغيير اللي حصل، اللي حصل، التغيير مع المركز الأول، مع الصدارة، شعار ديار، شعار ديار، شعار ديار على المركز الأول، شعار التحدي قادم، هنا سرابة قادمة. الله، القمرة، السندباد قادم، السندباد قادم، السندباد، ولكن المسند، المسند، الشلفة. الله، سرابة، 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 سرابة الشهواني، سرابة على المركز الأول، سرابة مع المقدمة، مع المقدمة، سرابة، سرابة، سرابة يا ابن سلامة. الله، تميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الهاجري مع المركز الأول يحقق الرمز الغالي، يفوز، ينتصر، ولكن اللحظات الأخيرة، الشلفة، الشلفة، الشلفة مع تميم بن عبد الهادي بن خليل الهاجري. تهانينا، تهانينا على فوزي وتحقيق وانتزاع سرابة ناموس هذا الشوط. تهانينا لتميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الهاجري على فوز سرابة بالشلفة الفضية الخاصة بالعمانيات. المركز الثاني، المركز الثاني لؤلؤه لعبد الله عبد العزيز بن صالح بن حمد آل قمر النابت. المركز الثالث، المركز الثالث الزبارة لهجرة التحدي. المركز الرابع،
المركز الرابع جاه لمنصور محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الخامس عجايب ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. تهانينا والناموس لمالك سرابة تميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري. تهانينا والناموس، وهذه سرابة الواصلة والمحققة للرمز الغالي الشلفة الفضية الخاصة بالعمانيات. هنا وصولها الى خط النهاية 9:02.5. تهانينا لمالك سرابة الاسم الاغلى تميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري. تهانينا والناموس. المركز الثاني 9:02.9. لحظة وصول لؤلؤة الى خط النهاية وصيفة على سرابة عبد العزيز بن صالح بن حمد آل قمر النابت. تهانينا والناموس. المركز الثالث شعار هجن التحدي الحاضر والمنطلق هنا بالمثلث الذهبي 9:03.3. تهانينا والناموس لهجن التحدي على انتزاع وتحقيق الزبارة. ناموس المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع